مان ما هذا الجوال خرب. مع خيرك. معليش يا جماعة الربع. هلا والله، مقطع جديد من لعبة دريد أوت الشابتر الرابع. طبعا يا جماعة خير، حاب أنوع شيء، هذا المقطع راح يكون طويل، فإذا عندك أكل شاهي عصير حليب لبن زنجبيل لأن واحد الحين يكون مرضان، فضبط وضعك وهندس أمورك واستمتع معي في الحلقة. ولكن قبل أن نبدأ الحلقة أتمنى تكون حاط اللايك، وإذا ما كنت مشترك اشترك وفعل زر التنبيهات سيصلك المقطع أول بأول. طبعا حاليا هذه جت أنقذتني في الحلم في الحلقة اللي راحت من جهثوم اللي جانا البلوة ذيك، وقالت لي هل أنت جاهز للانطلاق أو هل أنت جاهزة؟ نعم إنه هذه أنت، فقلت لها نعم أنا جاهز من يوم يومي. فحاليا بنشوف هذه وين تبغى تقلعنا، خلنا نشوف. Are you ready to go؟ إيه I'm ready، روحي. God speed Linda. My pairs are with you. وش هذا pairs؟ دعواتي معك. عندك صلوات وينها؟ Is any progress؟ وين تبغاني أروح؟ دقيقة خلنا نضغط مثلث ونروح على النوت ونشوف وين بنروح. خلنا نقرأ. تقول إنه أنا كنت محظوظة إنه في أحد ساعدني الليلة الماضية. الحرمة هذه اللي جنبي اسمها فورتن تالر أو تيلر أو تايلر، ما أدري كيف هي لفظ اسمها. أوكي. قاعد تتكلم إنه على شيء صار أمس، هذا شيء من الظلام، وهذا الشيء مسميته شيء شو اسمه، يسوي شيء في 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 هوتل، يسوي ظلام في هوتل موجود في المدينة هنا. والموس السالفة بالموضوع إنه ما حد يوقف ذا الظلام إلا أنا. فقاعد تسأل نفسها ليش إنه دائما تجي المصايب علي أنا. فحاليا بنروح بتاكسي أعتقد على الهوتل، أيوه هذا هو هنا الهوتل. فبنروح على الهوتل حق هذا اللي الهوتل المفقود أو المظلم، عشان نروح نوقف الظلام اللي فيه هناك يا جماعة الربع. فالله يسترنا من الهوتل حاليا، ما ادري ايش راح يكون فيه في الهوتل الحين من جد. ما في الا انا. وش السالفة؟ سلام عليكم. اوه هذا قاعد تصور فيلم هندي، مو فيلم هندي اقصد، يعني قاعد تصور نفسه سيلفي انه ببيت من الرعب، انني الان في مشفى عرقة. اقلب وجهك بس يا شيخ، اقلب وجهك. ار يو اوكي؟ قاعد تسوي فلاج. اوكي وانت ايش قاعد تسوي؟ انت قاعد تزبط انت على اساس انك يعني الجني حقه ولا شو السالفه؟ حاليا بنشيك حنا على اوكي والله اني شوي هذا نعم. البيبان هنا انا ما ادري ايش، دائما انسى البيبان هنا في اللعبه زي نظام ريزيدنت ايفل، يعني تلزق في الباب تدفه ينفتح معك، ما يحتاج تضغط ازرار. اوكي هذا الله الهوتيل هذا يخوف. هناك في واحد، لا بما انه في واحد ترى فكرة هي الحالة دنقت هنا. سلام عليهم. فلوجر دون، كلكم هنا يا الفلوجرية؟ شو وضعكم؟ بس كذا مثل البساس، شفتوا قطعة لحم اجتمعتوا عندها. اوكي مثل البساس ولا الكلاب، والله نفس كله يودي لبعضه باختصار شديد. اوكي في نظام اللعبة هذا اللي لاحظته انا الشيء يعني واضح جدا، انه يحطوا لك ناس واقفين مثلا، فواقفين هنا فمعناته ما تقدر تمشي من هنا، فمعناته حاليا الهوتيل هذا لازم نطلع الادوار اللي فوق وننزل للقبو. انا ما اعتقد في هوتيلات تنزل فيها القبو، ما اعتقد. اوكي كاتسين. ترى على فكره قبل شيء كان اللعبه ما فيها صوت، فيا رب انه الحين فيها صوت. كنت معانا ركبت وحده. نزلت مرة وقت طويل. أخيرا أفضل بنت، أفضل طالبة عندي جت زارتني. هل اشتقتي لي؟ لا تجاوبين خلاص، استمعي دقات قلبك أقدر أسمعها. أنقر بغضب. تقول هل في ذنب صاير؟ اوكي خلاص. بنت مسكينه كذا قاعد تقول. شو وضع هذه؟ يا اخي يوم انك تسجل حرفيا، الحين قاعد اسجل العصر، انا مره مصحصح مع اني غثيت اليوم الصباح.
في صوت غريب. ما اقدر اتحرك ترى. I need to find her fast. I will handle. طبعا المهمة حاليا يا جماعة الخير احاول ابحث عن الاستاذة حقتها. وخايف في شيء هناك قاعد كذا كانه دب دب كذا في ضرب. اي قاعد اقول لكم ان انا اليوم حرفيا مصحصح. مع اني غثيت نفسي الصباح. الصباح قررت انا في اول مرة في حياتي اني اسوي فطور. اسوي فطور غريب يعني، مو انا دائما اسوي فطور بس مو اول مرة في حياتي لا. بس انه هالمرة فكرت اني ودي اجيب جبن. حلو حلو. يا رب انه ما حشوفنا هذي ذا المقطع. حلو والله. يا العال اي ذولي هذا وشو هذا يتشنج من هذا ولا كويس كويس كلهم المشكلة ذولي بلكونك في اللعب ما يمديك تتحرك. يا الله ما يمدي يتحرك والله كثيرين. العيد خلاص مت مت انا مت 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 تحجرني ترى حرفيا تحجرني تحجرني خلاص اموت 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 اموت. اي خليني اكملكم بما اني مت. فقلت اجيب ذرة. طبعا في البداية الذرة كانت على اساس انه يعني خليني اقرب الكرسي شوي على اساس انه انه يعني اكلها الحالة. لكن ما ادري ايش قررت اني اخلطها مع البيض مع الجبن مع الطماط. حمست البصل حطيت بهارات كبسة على البصل حرفيا حطيت هاي من الرسمنت حطيت بهارات كبسة على البصل يا جماعة الخير. وتقولني ماني قاعد العب لعبة رعب مستمتع كذا مستكن عادي ما يخالف. وحمست البصل بعدين حطيت الطماط عليه وضبطت الامور كل شيء كان الوضع طيب. ف حلو والله. كيف الحال قطوتي؟ هاي اتس يو اجين هاو دو يو نو ام هير جيرل. القطوة تتكلم. اتس اولموست لايك يو ار كيبينج. واو هلو قطوة تتكلم يا جماعة الربع. العموم يعني اني كملت نظام اللحسة على اساس حمست البصل حطيت الطماط عليها. متى ايش حطيت بهارات كاري والله اني يا اخي ما ادري ما ادري ما ادري صراحة. فعلى العموم خلطت كل شيء مع بعض. وبعد ما حطيت البيض ضبطت الامور حطيت الجبن فوقها الجبن ذاب وضغطت البيض. بعدين جبت بصل مرة ثانية ثرمت بصل وحمست البصل. بعدين حطيت فوقها تونة وحطيت معاه حبتين فلفل اخضر. والله يا جماعة الخير التونة طلعت طيبة صراحة. لكن البيض اللي معليش نسيت اذكركم سالفة البيض اللي خلطت معاه الجبن مع الذرة مع كل شيء والله صراحة حرقناه شوي والحرق كذا اطعم بالبيض بطعمة ليست طيبة صراحة. فغثني حرفيا غثني انا العصر. انا ما ادري ايش قاعد اقول دي السالفة حرفيا الحين. اوكي نظام سايلنت هيل سايلنت هيل هم كومينج. كان بدك تكسر الجدار. اصبر بابا الحين اصبر اصبر خلنا نسد. اوكي ما تستن الحين يتستن ما يتستن. والله شكلي بذبحكم. في واحد وراك مات. اوكي نايس. طبعا المشكلة دقيقة اللعبة ذي في ما ادري ترى حرفيا اذا اللعبة فيها نظام هيل. لان اللي حسيته في اللعبة ما في هيل يعني لو تدمج اعتقد يرجع هيلثك تطمين لكن بعد فترة طويلة. العويجيز ذي انا ما ادري وين راحت. دقيقة هذا يتكسر يتكسر صح؟ والله ما ادري. البنت ذي مرة بطيئة يا اخي وتعل القلب وهي قاعد تضرب. شدي نفسك شوي تقفين. دقيقة مو نفس هذا نفس الدور اللي جيت منه انا. اذا القطوة هنا يميني لا مو نفس الدور اصلا توني فتحته يا اخي. يا اخي الله عظيم يا اخي الذاكرة. في شيء هنا يلمع. في شيء هناك يلمع. الله يستر. حرفيا انا اللعبة ذي في اشياء تخوفني فيها تجي جنب سكير شيء طبيعي اصلا اي انسان يخاف منها. لكن ايش ذا بابا حبيبي. طبعا لاحظت شيء انه ذولي لازم تذبحهم. من وين جيت؟ ها؟ من وين جيت يا 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 كلب؟ وات؟ يعض قلب كلب من جد؟ هلو؟ والله شكلك تقتلني المعوق. والله بيقتلني. خلاص ماتوا. هذولي بلكونك. اوكي. فالتبليك اوكي هذا ما هذا 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 حبيبي. لا لا هذا حبيبي هذا.
My God. يا عمي يا عمي والله مرة بطيئة مرة تعلى القلب. دقيقة لك. لا 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 دقيقة خلني أخفي شو اسمه حقها. دقيقة إن أعكس يتكلم الله الله الله. أوكي يمديني أفلشكم اثنيناتكم دبل كويس لأنه هو الطريقة أصلا المثلى. اسمع لا تسوي فيها ذيب ترى خويك بلكني وطايح بالأرض ولا تبلع فلاش زي كذا. وات ما يتدمج هذا شكله بيبعد عنه او ينضرب من ورا والله اعلم. لا 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 بيحجر لي بينضرب من ورا من هنا. يب من هنا شفت نور انا نور احمر. ما مات مرة ثانية مرة ثانية مرة ثانية مرة ثانية مرة ثانية. خلاص خلاص بسحب عليك بسحب عليك انا اسف او حقك علي يا يا عم. خلاص اعتقد مات الحين. لا بس هذاك النور اللي كنا نشوفه يا جماعة الربع. اوه بس من هنا طلع اصلا المصعد ما يشتغل طلع النزول لازم من هنا. اوكي واضح ان المنطقة هنا مليانة من ذولي. الحين المصعد يشتغل تكفون. ايش اذا the elevator seems to be out of order there must another way. تقول انه الاليفيتر المصعد خربان فلازم يكون في طريق ثاني فاعتقد بيكون في نزلة او درج عادي يعني طبيعي. الباب هذه مسكرة فهذا يشعرك اوكي ما في احد وراي فهذا يشعرك ببعض من الامان. من هنا صح؟ I heard something. It's come from somewhere from the flower. قاعد تقول إنه سمعت شيء وجاي من مكان ما من ال. هذا يتفجر واضحة. Oh my god. Oh my god. أبغى أنسدح كذا لأنه أنا لو ما أدري تلاحظوني الحين ترى منسدح قبل شيء ترى كنت شاد 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 نفسي يعني وأنا جالس. فحاليا وانا منسدح يمكن الوضع يصير افضل يعني الواحد ياخذ راحه نفسيه وقاعد يلعب. طيب الحين هذا الباب ما ينفتح شو اسوي لازم؟ واحد قاعد يشرب مزازه عصير. والله العظيم كذا الصوت. اوكي. واحد قاعد يمزمز المزازه. هذا الباب اللي جيت منها انا حاليا. I heard something. طيب فهمنا. It's coming from nearby. تقول اوكي. بعلمكم وش قاعد يصير. قاعد يقول اني قاعد اسمع شيء قاعد يجي من مكان قريب مني. ف باسورد وات اوكي السلام عليهم كيف حال اختاه. دقيقه ابغى اقفل هذا الحين الاكس كيف ابغى ارجع الجيبي ولا ما عندها جيبي هنا ما عندها جيب شكله يا جماعه. وش اللي اخذته؟ مفتاح مفتاح رقم 007. اوكي في غرفه 007 نشيك عليها. في واحد اكيد رسمه نسمع صوت دبوب دبوب. او الغرفه اللي هناك صح الغرفه هناك اللي ما قدرنا ندخلها قبل شوي اللي سمعنا صراخا. ندخل نشيك وش في هنا. يعني تحسبين انا افكر في انا خوف يا شيخ؟ والله هي لعبه تخوف لكن انا حاليا عايش بانتعاش انتعاش انتعاش يدوم ويدوم ويدوم. وش في هنا؟ طب خلينا نجرب نضرب النور حقنا القوي. اوكي ليندا ذيس نمبر مايت بي يوسفول. اوه 2 3 2 اوكي ما في احد وراي. 2 3 0 6 3 2 خلينا نسجل عندي بالجوال. خلينا نجيب الجوال ونسجل 2 3 0 6 3 2 2 3 0 6 3 2 لو سمحت اجل احطه بجوال 2 3 2 3 0 6 3 2 2 3 0 6 3 2. طيب فتحنا الباب
هو الواضح انك قاعد تنزل تحت اكثر ما انك تطلع لفوق. طبعا هذا الكود انا ما ادري سالفته ولا اصلا ادري وين في باسورد. اوه كان في ارقام على ال... طلع ما يحتاج تحفظ الرقم عندك، هي اصلا تحفظه بس يوم تناظر عليه تحت. اوه حقين الفلوق، بس ايش كانوا مش جايين جايين اشكال اشباح. هلو Hey guys, again with the ghost catch in the act after exploring each level in the abandoned hotel. قاعد يقول بعد ما شيكت على كل منطقة مهجورة من الهوتيل. Unfortunately we didn't get any proof of dark. اوه قاعد يتكلمون هم، قاعد يقولون انه بعد ما شيكنا على جميع المناطق في الهوتيل ما لقينا شيء بالظلام. That for today until we meet you again another episode ghost catch in the act. الله اسمهم صائدون اشباح في مدري ايش. Don't forget to like this subscribe this channel. اوكي وانتم بعد اذا تغيرت تسوي الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات. يلا اقلب وجهك خلاص روح انقلع ما في اشباح لو تدري انا بالعالم الموازي يا المروح يا المروح. اوكي ما بدنا نجيهم، خلينا نعميكم بالكشاف ممكن ما استفيد شيء. علمهم هم بعالم ثاني وانا بعالم ثاني حرفيا، هذا اقدر اقول لكم عليه حاليا. وهذا ابو مزازه الان قاعد يشرب. هنا في صوت قريب مرة. وش هذا هنا في؟ اوه سبحان الله. ترى على فكرة ودي اني اروح اشيك المناطق الثانية لكن شوفوا اسمعوا بقول لكم شيء. بيصير شيء هنا عند الدرايس دي. صدقوني يا جماعة الخير مو حاطينها ابد. والله بيصير شيء. اوكي. اوكي. عاد تخيل الحين نكسر الجدار بدل ما يصير شيء، يقول لك ما في درايش نكسر لك الجدار. احس بيصير شيء عند الدرايش، احس بيصير شيء ما ادري ليه. يب زي ما توقعت. ارجعي ما تقدر ترجع ترى يا جماعه الخير، ارجعي خلينا نشوف هذه عشان اخذ الصوره المقطع المقطع. اوكي ما تبغى ترجع. والله توقعت بيكون في... احس المايك مره قريب من فمي، احس بيكون صوتي مره ازعاج في المقطع. بتنقز الحين ما ادري ايش ذي. اوكي سبحان الله الاستاذه حقتك ما ادري وين اختفت، يعني مثل الجني بسرعه اختفت، جت تطنز عليه متنمره وسحبت. يا شين هالمصعد الى الان خربان. وات يا اخي تحس الاصوات، تحس الاصوات. مان ما هذا الجوال خرب. مع خيرك معليش يا جماعة الربع خرجت. تعال انت كتلة اللحم تفلش ضربة ثانية بالله. اوه تصدقون يوم انك تستنوا بالكشاف يموتون اسرع. نحن بليسكم والله انكم خرجتوني. اي اي هل الحمام فيه شيء؟ يمين يسار. فينا واحد من الباب الحين ناصيني. غريبة. فجر نفسك بالله بسرعة بسرعة. اوكي شكرا يا. الحين تعميها على اساس ريحة الغاز. ما في شيء هنا؟ اوكي. بلاي الم... اوه اوكي ممتاز جدا. هلو! هذه نفسها زي ما تكلمت في بداية الحلقة انه هي نفسها راح تكون موجودة هنا. طيب ايش فيها؟ نعميت بالكشاف زي كذا تبغين؟ ابشري. ترجع مرة ثانية شوفوا الظلام الى انواق. هلو هلو اصبري يا حبيبتي. اصبري 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 اصبري. تعالي انزلي. تعالي. يلا تعالي. الله على الصوت. ليندا
كذا قاعد اغني ترى عربيا. اوكي تعالي بسرعه. الله صوت ابداع ترى يا جماعه الخير، والله صوت ابداع. ايش لازم نسوي لها؟ او لازم اصفقها بالكشاف يعني تنزلي على الارض. والله معقوله مره ثانيه؟ يلا الحين تجي من هنا. لا جتني مره من تحت. اوكي تعال الحين يلا اخر مره اعتقد. اوه الحين خيرها المره اللي صارت قدام عيوني. نو نو فن، يقول ما في متعه. ليتس بلاي انذر تايم، خلينا نلعب مره بعدين مكان ثاني او في وقت اخر. معليش طشطج علي الطشطجيه. اوكي ما يخالف عادي، اصلا حياه حلوه. لا تقول عاد تطلع هذه الاستاذه حقتها. والله والله صراحه يعني بتكون صدمه عاطفيه. يا رب اني اقدر استلمها قبل ما تطلع كذا ضربتين ثلاث اربع خبر انت. اوكي ممتاز جدا. في هناك واحد من النوعية المقشرة، من النوعية اللي لازم تضربه من ورا للأسف. حجر الباب حبيبي بابا. طيب يلا تعال ادخل ادخل اخلص. ما يدخل. يلا بلا الحين هذا شو يسوي له يا جماعة الخير؟ اتمنى انك تبعد عن الباب يعني يا ابو الشباب. بلاش اسوي الحين انا امانه. لو انا غلطان كان يمدي يدخل. طيب صدقون في جت براسي حركه افضل، بخليه يفتح الباب اول ما يمد يده يضربني راح. اوكي لا تطلعين لبرا. تعال 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 يا رجال، تعال ما عرفنا كيف ندخلك. تعال تعال قرب 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 قرب. بعدين كشافة ما شاء الله يظل ساعة، يظل حرفيا. اقلب وجهك خلاص ما ابغى اقتلك. صحيح انك تدرى النفس. ظل الاطفال. تعال تعال. يا اخي لا ترجع لورا كثير. يعني والله العظيم يعني انت يعني والله انك مسكني. قرب 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 قرب. بس خلاص مع السلامة. الواحد يبغى يفكر بهدوء يعني، بس انت سبحان الله يعني كيف تبغى تبعد هذه؟ الحين ليندا ما عاد تقدر تبعد ال ايش الحل؟ الباب تقفل علي. رجعنا يا جماعة الخير، ترى على فكرة صار لي جلتش، هذا الباب لازم ما تدخل منه. هذا اسحب عليه، هذا الباب توني علقت فيه أنا، لازم الحل من هنا من هذا الباب. حرفياً توني دخلت ذا الباب ولقيت الرجال توني قدامي. فذاك الباب ما أدري ايش مقلتش اللي هو هذا الباب هنا، فخرب علي ولا وتقفل علي. فصراحة مرة مشكلة اللي صار لي. اوكي قفل قفل يا شيخ. صفرت يا اخي ليش؟ طيب ليه فاتحين بابين؟ والباب هذاك قلتش علي. دقيقة خلنا بعد الكيبورد والماوس عني، بما اني ما قاعد العب اني بحط كذا حاليا اليد فوق الطاولة. بالعادة كنت حاطها تحت يعني تحت الطاولة. تحت الطاولة اني كنت منزل يدين تحت الطاولة عرفتها، بس الحين تحت فوق الطاولة. موضوع ما يخصك يا صاحبي. صفرت بلي. ايش دخل الموضوع يخص الشاطح؟ احس فريمات طاحت فجأة. ماني رايح مع المصعد، بروح مع النور الاحمر. النور الاحمر شوفوا شوفوا يا جماعة الخير، بالله ما تحسه كذا
صورة كذا حلوة انك تكون كذا واقف، صورة تكون صورة مقطع تحط فيها النمسس كذا واقف. لا ما دخل النمسس، اسحب اسحب كلامي خاص ولا شيء ولا شيء. الباب كلها مسكرة ذي. ليش مفتوحة؟ what the password. اوكي اجل الباب هذه مفتوحة مو العبث. طب هذا الارض يمدينا نبعدها؟ لا الغريفة هذه ما فيها شيء. ما فيها شيء لا اكيد. الحين في واحد ناصين هنا. الحمام، حمام فاضي. هل انا في وحش ناسي فوق؟ يعني حرفيا انا مضايقني ذا الشيء انه في دبوب دبوب كذا وانا ماشي، فما تدري يا اخي انه يعني هل في وحش فوق ولا. الغرف ذي هنا قريب ما فيها شيء ابدا، فواضح الدرج اللي حاطين لك اياه. والله صراحة الدرج منور ذاك ما في شيء كذا، عندي احساس هذا نوع مطور هذا. كيف الحال ابو الشباب؟ اقدر اتكلم معاه. Get from here, listen. It's master who it was my master who look at the door. He stashed the key in one of these rooms. Go find now before it's too late. اوكي قاعد يقول ان المعلم حقه هو اللي قفل الباب ذاك، فروح ابحث من الغرف ذي وبسرعة قبل ما يتأخر الوقت عليك. انا ما ادري ايش يقصد فيها ذي، فحاليا لازم ابحث عن المفتاح على كلامه. كانوا طلع هنا؟ لا اوكي هذه المؤثرات حقتهم في اللعبة. فانا حاليا بشيك في كل مكان في الغرف ذي زي ما قال الماستر حقه. هذا الباب ينفتح؟ ينفتح نايس. بتندم لو تتكسر دي، بيضيق صدري بقول ليش انا كم واحدة ضيعت لين لقيت شو اسمه. طبعا حاليا هنا ما في شيء. الغرفة اللي جنب باين عمي ما شيكت لين مقفلة. يا اخي طيب عطنا طيب المفتاح. يا اخي والله غرف كثيرة. 007 بس هذاك ما له دخل. مفتاح 007 تخيل والله يكون له دخل، يعني ملمحين عليه من تقريبا وقت طويل. احس ما هنا الباسورد. وش اخذت؟ وهذا المفتاح. اشوف ايش. Look it was behind the door. The exit is something lies. I must find the key right now. اوكي حصلنا الكي. اوكي الحين ما راح يكون الوضع سهل انك ترجع. نعم نعم خيرك. دائما the key source and I got found that. اوه زرف المفتاح. تعال 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 يا ليلنا الليل. مو على اساس انك توك انت يا ليلنا الليل. خذ لك عاد الحين الغثيث. ابغى فلشك ابغى فلشك ابغى فلشك. استسلم يا الله يا الله. والله ما وقتك كريه ربي. كشمك الحين بل 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 فاس. والله لا كشمك. نبعد. تعال تعال انت تعال تعال زراف المفاتيح يا اخي. ما حد طال فزعتك. بموت خلاص. تصدق طز في المفتاح. طز في المفتاح. طز في المفتاح. طز في ايش؟ في المفتاح. مت خلاص. شاشة صارت مرة صارت سودة. طز في المفتاح. من يبغى اصلا مفتاح؟ البداية لازم نسدل فيه وخلاص مريح حراسي. وين راح الغثيث ذا؟ يا الله البرع ذا. وين راح الورع؟ معقولة كمل سيدة؟ يا ورع! يعني ان اللي
شكله الصوت يعلمني بس ما ادري. خذ ذاك. وات هلو بابا ابعد. ترى على فكره محجرني انا حاليا، محجرني والله ما بدي احرك. يب يا الله اخيرا. شفيك زعلان ماستر؟ نو بليز دونت داي. دونت داي خايف على المعلم حقه انه ما يموت. عجيب والله، عجيب وضعك صراحة. خايف اجل المعلم حقك لا يموت. هاي المروح اوكي، ما راح احارب ولا واحد منهم ذولي الزلايب مسويين فيها قبل شوية الطحاطيح. ها ترى اصلا الدرجه المنور والدرجه مو منور نفس الشيء بس كذا حاطينك كذا عشان انك يعني على اساس تدخل جو، عرفتوا كيف؟ الله انا موسخين يا شيخ. في شيء وراء اكيد. تلعب الصور ذا ما احبه انا. اوكي طلعت السطح. هو هذه خويتنا الجنية جاثوم. يا جاثوم الحين وقت اللعبة معاها 60. اي والله معاها 60. اوكي وانا معي فاسد، انت معك 60 ثاني. لا هذه مشكلة صراحة، ما اتفقناش على كده، ما اتفقناش على كده، ما اتفقناش على كده، ما اتفقناش، ما اتفقناش على كده. تروحين تختفين. طيب انا كيف اعرف مكانها؟ هذا ما، هذا ما غش يا جماعة الخير، هذا ما زين. ماتت؟ هذه هنا هي. يا اخي ما ادري، ما ادري وين قاعد تروح. بموت انا. واضح هي ما راح تموت بسهولة. اعتقد لو بناور بشكل ده. الله بموت. بدي 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 يا الله بغسها. كيف هذا يا شيخ؟ اوكي تجي، هي تجي دائما من قد. ليش كذا طيب تسوين؟ امانه امانه يعني وش 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 وين الفله بالموضوع؟ واو اشوفه رسمنا وحوش. هذه فوقي. شوف بدا الوضع، بدا الوضع اوكي. اعرف هذه من اول تسوي لها كذا. ما نقدر نطولها والله المشكله. تعالي انزل انزل. ابلي 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 كشاف. تعالي انزلي. لا 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 أشوا. ليش صارت كذا؟ ليش صار شكل القوة حقتها خارت؟ خارت القوة حقت كأنها تشبهني. القوة حقتها خارت خلاص، موتي خلاص 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 قاعد تترنح خلاص موتي خلاص 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 خلاص
ماتت 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 ماتت. فينش هيم. ايش قاعد يصير فيها؟ وات از ذيس؟ وات از ذيس؟ اخذنا شيء. وش اخذت؟ طيب بسرعه لودينج، خلينا نشوف وش اخذت. هي جايز، بالك لاقي دي جوست كات ان ذا اكت. والله ما سفجهم ذولي ذولي حقين الفلوجرز. كامو؟ حتى والله ما ينفس اقرا وش يقولون. خلصنا اعتقد من الفندق هذا. ان ايك اتس جيتينج اويرد اند ويرد. تقول انه قاعد يصير شيء ويرد. مش معنى ويرد بالعربي؟ عارف معناها بالانجليزي وات؟ نسيت ايش معنى ويرد. ويرد اوكي معليش. ويرد معناتها غريب. ليش اقول ويرد؟ معليش ما علينا. قاعد يقول انه قاعد الامر قاعد يصير غريب على اكثر غرابه. اوكي قاعد تقول حاليا اخر شيء انه لازم انا ارجع اخبر شو اسمه خويتنا اللي في بدايه الحلقه. طبعا انا وش اخذت؟ اخذت بيضه. قاعد تقول انه انا اخذت بيضه. خويتنا وين كانت؟ اعتقد كانت هنا. بعتقد كانت هنا. خل نروح نشيك عليها يا جماعه. الا والله كيف انت تلتيني وات وش قاعد اوكي I'm so glad to that you're safe. ليش ما رحتي معي المروحة؟ اوكي قاعد تقول you find egg it's a joke. تستهبلين لقيتي بيضة. wait isn't a common chicken egg a lot of people use the kind of egg to dark rituals. تقول انه في كثير من الناس يستخدمون هذه البيضة عشان يسوون فيها طقوس شيطانية. شيء غريب. شيء يعني مثير الدهشة. The only place famous and kind chicken is coming in Cinta. Okay, you must go there and search more colors. While you are doing it, maybe more interesting things about you will be revealed. قاعد الحين تبغى ترسلني على مكان ثاني ينتشر فيه التعويذ حق البيضة والأشياء. ما ماني فاهم لخبط الموضوع شوي. Let me know. Okay, تبغاني أروح على مكان الحين؟ وينه؟ طيب ما حطيت لي اياه هنا بالخريطة يعني. انا مستغرب. تبغاني اروح على جومنج؟ ما ادري وين المنطقة دي. طب اي ام ريدي تو جو. لازم اجي عندك كده. ار يو ريدي تو جو؟ يب ريدي تو جو. اوكي نيو لوكيشن اكسسبل. فتحوا لنا مكان جديد. اوكي هذا هو كم بونبونج ما ادري ايش. هذا المكان اللي راح يكون فيه شو اسمه. خلينا نروح عليه. هذا المكان اللي يتكلمون فيه انه في بيضة. اللعبة حسة تفقد نوع الموسيقى. صح انه مناطق الرعب في موسيقى بس مناطق زي كذا يعني زي ما تلاحظون ما كان في موسيقى قبل شوي. اوكي اكت 5 ريميند. اوكي قطني كذا وراح تركني وراح. سلام عليهم انتو حق فلوقات لا انتو حقين شطرنج ومور طيبة. ترى على فكرة حركة الكام كذا لفوق دايركت. اوكي قاعد تسأل عن البيضة. قاعد يقول انتبهي يا يهت الآنسة اطقعي ورجعي. ما قال اطقعي ورجعي عندي هذي. حاليا احنا جايين نشيك. انسلفت البيضة هنا والشام عليهم. في ايش قاعد تسوي انت؟ قاعد تسوي توتيلا بوفيا. طيب ما بدي ادخل ذا البيت. هنا ما في هنا معبد شيء نظامكم كذا معبد وفي طقوس ولا ايش رايك انت يا ابو الشباب؟ اوكي هي سيس مرحبا اختي. وانا بلاي وذ اس. تبغين تلعبين معانا؟ لا. يو ونت تو اسك اباوت كيمن اكس. تبغين تسالين عن البيضه؟ نا اي دون نو جاست اسك ذا انكل اوفر ذير. وين الانكل؟ اي انكل؟ هذا نسال هذا عن البيضه. تو نجينا جنبه ماما. السلام عليهم. اوكي هذا مو وجهك وجه انكل. وجهك وجه ورع صراحه. خل نروح نشيك عند هذاك نشوف اللي هناك. والله في اناكل كثير عاد اي واحد منهم. وذا هيل هذا اعتقد. هلا مس. وشو؟ كيماني اكس؟ I'm sorry, I don't know. I just recently moved from nearby. Okay, blah blah blah. اطقع عجل ما عندك السالفة. هذا اللي بيقول الشاهد مع Hey, look. What a babe. The girl.
يا عمي فاضيلكم انا الحين جايين تغزلوني المروعين، تفو عليك وعليه. طيب وين اي عم يقصد منهم؟ السلام عليهم. مشكلة والله. بروح اكمل هناك كذا اشوف شو الوضع هناك. والله يا اخي الاجواء احس كذا ببرود بسبب الضباب، الضباب تحسه بارد. صبر الله تولي. عندهم مقبره هنا الشباب. وات؟ سلام عليهم. خلنا ندخل نسلم عليهم. هيتي اهلا عزيزتي. سي عند البيض. I think there only one person left who still trade those things. But she had stupid sense many things. يا اختي انا ماني جاي ادور على شو اسمه، قاعد تحسبني انا جاي اسوي طقوس شيطانيه، قاعد تقول انه ما ظل الا واحد في القريه بس اللي عارف الامور هذه، روح اسالي الجد طقعان. نسيت شو اسمه الجد، عشان كذا الواحد يسلك الحين، خل نروح ندور الحين الجد طقعان، لانه هو الوحيد اللي ظل في القريه حاليا يعرف عن امور البيض. اكيد وجهك وجه جد. يبغانا ندور الجد حاليا. يمديني ادخل عليهم وسلم عليهم شيء؟ ما يمدي. هذه لوحة مفقودين. كيف عرفت ساينت المود؟ هذا الجد؟ سلام عليهم جرامبا. اي هذا هو. اوكي. بيجراس. سبيك لودر. تكلمي ما يسمع باختصار شديد. اي كانت هير يو. اوكي صح ما يسمع. كمين وات؟ قاعد يقول بيضة ايش؟ ما قالت البيضة، في اسم البيضة ما ادري شو اسم البيضة، قاعد يقول كميني ايك، ايك بيضة بس كميني ما ادري ايش هذه. كميني ايك يقول، اوكي. Do you look like egg seller to you؟ هل تشوفيني انا بايع بيض؟ يطقطق عليها. Go ask that crazy woman، يقول روح اسال الحرمة المهبولة، وينها؟ Just go obla outside the village. You find her there. Task young flux okay always busy with useless things. تقول هي دائما مشغولة بأشياء غير مهمة. Obsessed with your with their phones and no mobile jumbo. الركاد إنه الجد طقعان صرفنا، قال روح يطلع برا القرية في مكان مدوي ونصف لي إياه. شكله على الجبل هنا، هناك في وحدة مهبولة زيك تبيع بيض يسوي فيها طج توجي. سلام عليهم. قاعدين ندور على شو اسمه. The forest won't let anyone outsider get out alive. Skibbly those alone who can't respect. هو قاعد يقول انه اذا هذه القرية اول. Don't say I didn't warn you. اوكي. قاعد يقول انه اللي يروح لهناك ما يرجع عايش. فالحين مسكني خلوني الف بالكاميرا غصبا عليه، قال لي لا تقول اني ما نبهتك. اوكي. سلام عليهم. ايوه حاليا بنروح ندور العجوزه المجنونه اللي تعرف عندنا البيض. ما عرفت احل ذا اللغز، ومو ما عرفت احله، ما ضيق صدري. فهذه اذا اول حل فيه، لكن بكمل سيده صراحه، اذا مو الحل مو فيه كذا حاطينه كطقطقه لانه معلق ما ادري ايش السالفه. سحبت عليه صراحه. والله عندك هدوء في الغابه؟ يثلج الصدر. ابغى اشوف هذه العمه على قولته، العمه اين هي؟ ايوه بدينا نخش بالشيء الطيب يا جماعه الربع. الغابه اللي ما راح نقدر نعيش فيها، راح نموت. خلنا نشرب بعض من العصير. صراحة العصير صبيته قبل شوي بداية الحلقة ونسيت حرفيا، بس يوم حسيت ريقي نشف فكنا لازم نشرب شوي. يعني هنا ما ادري ماشي صح ولا ماشي غلط،
أحس نفسي توني داخل الغابة، وما عني أحس إنه كذا كل شيء الوقت الطريق قاعد يتقدم. والله ما أدري يا جماعة الربع، بس يعني ما أدري صراحة، أحس إنه الوضع شوي لحسة. يب، نظام بلاير ويتش هاي المروحي، نظام بلاير ويتش. أوكي. ماي جاد، خذ لك أحلى متاهة الحين. والله سوالي سيف ليه؟ ما أقول أنا جيت الحل ولا ما أدري. يا رب لا تقول لي أرجع أحل ذاك اللغز التافه، لأني والله ما ينفسله. ماي جاد، لا أمانة اللغز ما له دخل، صح؟ أمانة اللغز ما له دخل. أو هنا في طريق، لا تقولي نفس الطريق هذا اللي أنا بدراسي اللي أحس صراحة. على فكرة ما أدري هل شغلي صح أنا ولا غلط، ما أدري. الأول شغلي صح، في نهر يساري وفي هنا، وفي عندنا تماثيل بوذا يميني. سلام عليهم. وصلنا عندها؟ لا والله وصلنا عند مخيم. هنا وش مكتوب؟ وين العويجيس؟ أبغاها صراحة. سلام عليهم. The camping site was closed years ago. يقولون هذا الكامب تقفل من سنة. يتكلم عن الناس كانوا هنا وحاولوا يطلعون من دي المنطقة بإختصار شديد. شيء مو مهم يعني أبدا. أنا أحسب والله عندك السالفة يعني، بس أنا جيتك هنا أحس إنه الموضوع كل ما هو قاعد يكون غريب شوي. ما ابغى المشكله راسي نحاس، انا حرفيا ما اعرف الحين وين اروح. اروح لعند النهر، شكلي بروح لعند النهر. من هنا جيت؟ يمكن عند النهر والله اعلم، لانه حاليا أنا لازم ادور على الجده، مدري العمه اللي هي باختصار شديد. وانا الى الان يا ولد احس الطريق يودي كله لبعضه. طيب وين لازم ادخل بالنار؟ معقوله ما اصلا ما تدخل هي؟ ما تدخل. وهذا اعتقد الطريق نفسه اللي تجيبنا عند هذا. خذ لك ايوه. اجل بمشي من هنا يسار انا صراحة، اهم شيء ما يرجعني للبداية. نقطة البداية مرة كانت الله يستر صراحة، ما ادري صراحة. والله بكمل. يب رجعوني، ما لي اني اطلع من هنا يمين عشان يرجعوني لنقطة الصفر حاليا. لا والله نقطة صفر، منطقة جديدة والله هذه. كويس، هذه هي شكلها والله اعلم. العمة والله مو وجه عم. اي والله هذه ها
Who are you? What you want? تقول وش تبغين؟ تسألنا البيضة. Yeah, I use it rice coming in chicken and sell this egg. But now I تقول إنه أنا كنت أول أبيع البيض ذا بس الحين أنا وقفت. تقول أنا امرأة مجنونة. ها 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 ها. تقول تسألني تقول ليش قاعد تسأل عن البيضة؟ wait your face وجهك تسأل عن وجهي. are you Christ the Almighty? what you are alive? it's me Miss Linda Nanny Titi my don't worry my dear I know that trade and confused face of yours are تقول الحقيني it's not far from here تقول انه مو بعيد من هنا يلا روحي اوكي كاتسين راح يودونا ماني فاهم الحرمة هذه ايش فيها اوكي بنت مسكينة no worries we are already here تقول لا تخافي احنا وصلنا let's come inside تعال خلينا ندخل داخل انا ما ادري كان قاعد يتكلم الثاني لانه ما في صوت يطلع منهم فهذا واضح انه من المطورين ما عندهم يعني وقت يضيفون أصوات الناس والتكلفة وأشياء فقرروا يحطوا بس كلام فما كنت فاهم من قاعد يتكلم إنه على الوجه هل البنت قاعد تسأل العجوز ذي ولا العجوز قاعد تسأل البنت لأنه كان واحد منهم يقول للثاني إن وجهك مألوف وأنا ماني فاهم الحين الله يستر من بيتك يا ناني تيتي ناني تيتي الله يستر من بيتك صراحة بيت حق هذا ينفع والله كل غرفة تنفتح يا جماعة الخير أيوة you look tired انت تبدين تعبانة why you don't get some sleep ليش ما تروحين تنسين تنامين we talk later راح نتكلم بعدين and oh almost forget about the egg you mentioned تقول أنا نسيت سالفة البيضة I will see to it while you rest now let's call it day okay قاعد تقولي انه خلاص انا سالفه البيض حقتك ما راح انساها راح نتكلم فيها بكره بس الحين روحي نامي لا تخافيني يا عزيزتي راح الكلام لا تخافين روحي نامي بس باختصار شديد the day getting dark nanny just asked me to rest اوكي السطر الاول تقول انه هذا اليوم خلاص دخل الظلام فيه والنيني تيتي اللي وجهي ذي طلبت اني ارتاح yeah it's good idea انها فكره جيده I need to sleep after that long journey أنا لازم أنام بعد الرحلة الطويلة وتقول إنه وعدتها راح تتكلم لها وش صار عن عائلتها قبل سنين وات يعني حين هذا كل شيء قاعد يصير سبت عائلة البنت I hope all about she is going to tell me will answer many questions about myself تقول أنا أتمنى إنه تعلمني كل شيء لأنه عندي كثير أسئلة أبغى أسألها عن فيها عن نفسي أوكي الكلام الطويل حقها مرة ثانية يا الله مرة ثانية ضغط بالغلا اوكي حاليا تبغاني اني انام فانا بروح اتوجه للنوم وبنام واعتقد بيصير شيء ما راح تكمل النوم وراح تموت على ويجيز مجرد توقع مني وما راح تعرف ذي البنت وش راح يصير عشان تبدأ الرعب وبعدين نحاول نكتشف من نفسنا maybe ما أدري what oh my you are grown into the fine young lady I remember you as resolved girl who loved to play hide and seek أنا أتذكرك كنت تلعبين hide and seek Even if the day had gone dark, you refused to stop playing. حتى لو إنه صار في ظلام أنتي كنتي ما توقفين اللعب. These were the days. هذا من أيام. إيش فيها الوجيز دخلت على غرفة البنت؟ هقولها تتعلق بالجزء الأول. المشكلة ما عم الجزء الأول. 18. شو السالفة؟ 19. 20. Ready or not? Here I come.
Oh, okay, it's showdown. I got to find their brights and قاعد تتذكر الحين ايام اول. يا عمي فاضي لكم انا الحين. يو ايش السالفه الحين؟ راح نجي نلعب هايد اند سيك. مام وات ار يو دوينج اوتسايد؟ مامي مام مامي وات ناثينج. ها اوكي امزح. هي قاعد تقولها كذا. ويل باك تو هايد اند سيك ذن نيد تو فايند ذس. اوكي الحين يبغالي ابحث عن عويجيز دي. شكلك هي كانت تلعبني يوم كنت صغيره. ايوه الحين وين وين راحت؟ المشكله ما يمديني اروح، واضح انه هنا في اسوار. ياب اوه والله في طريق هنا طويل، في طريق يمين وفي طريق يسار. خلينا نروح يسار نشوف ايش في يسار هنا. يسار وهذه واو. اي لا والله ما نعرف ايش دي، ايش فيني انا؟ How okay you are getting so good at this but you are not gonna find Akka. هي ماستر اوف فايندينج، تقول انت لقيتيني بس ما راح تلاقيني أكا لان هي ملكة الاختفاء. والله هالبياض والابيض والاسود ذا ممكن ما الاقيها حقيقة يعني. بس نروح نشوف الجهة الثانية. ما مديها تنزل من هنا. اوكي الصورة مغبشة صراحة. وهذه next round I'm gonna be my turn to search of you guys. خلصنا ولا باقي واحد زابن؟ هذا مو اسمه أكا. خذلك وفي أرنب هنا. ويمدينا الحين نلحقه. نايس. أنا توقعت والله إنك تنزل من هنا يعني يكون في شيء صح ولا لا؟ أوكي. ما أقدر أتحرك، أوكي بديني أتحرك. الأرنب ذا راح يوديني في 60 داهية، هذا اللي واضح يعني. وات؟ أوكي. كان هذه مغارة؟ شوفوا اللي واقف هنا. وشو ذا اللي هنا واقف؟ I guess must add. Okay, I will go meet you there. What's that? Which, what? You can see me? I guess you are my dear now. Ha 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 ha. You are hungry? Here, take this candy. What? كيف تكلم واحد زي كذا كبير؟ You are offering me food. أنت تعرضين علي الطعام. Give me that. I'm starving. أنا جوعان. أعطيني أنا جوعان يقولها. You like it. How come you can live inside the sneaky cave? تقول تسأله تقول كيف عايش في هذا في الكهف ذا. I tell you. Let me clean this mess for you. Okay. You want to clean this mess? أي mess؟ يقول إني أبغى أنظف الفوضى. أوه هي تبغى تنظف الفوضى. لو go ahead. I guess you are not like this humans. تقولها إنه أنت شكلك مو مثل البشر الثانيين. خلينا نروح ننظف المس. وش المس يقصد فيها؟ أوه الوسخ ذا الهيومن اللي قاعد يسوونه هنا. أوكي البنت هنا صارت كيوتة على أساس إنها تنظف له الوسخ. وهو قاعد يقول أوه أنت شكلك مو مثل البشر ذوليك القذرين. تعلموا يا جماعة الخير لا تقطون الأوساخ إلا في أماكنها. حرفيا والله عظيم يعني. كانها شايله بيدها. وش بتسوي؟ خلصنا نظفنا لك الفوضى يا. وات؟ ليه؟ وشو؟ ايش فيك؟ ها وهنا باقي شو في زعلان؟ اوكي اي فاوند ذس بيوتيفول.
اوكي قاعد تقول لقيت هذا شيء اقدر احتفظ نفسي، قاعد اقول لها اوكي خليها ووها. اوكي so you did the clean my place, thank you little one, what's your name؟ يسألها انه وش اسمك. my name is Linda, nice to meet you. اوكي شكرا لقائك ليندا. of my Melinda family, I should know early. tell you what, as a reward for cleaning this place, I promise you one thing. Since we are living close to each other, I will generate no one will hurt you. If someone pulls you, I will come and smash them. يقول انه راح اوعدك انه ولا احد راح يقدر يلمسك، اي احد راح يلمسك راح اجي ابكسه. كفو. Nah, I'm fine. Everyone is good to me. Well, I promise is a promise. Okay, الوعد هو وعد يقولها. Now, go home. Don't let your parents. Okay. مع السلامة. قاعد يقول ما راح يخلي أحد يعني شو اسمه يزعجني، هذا اللي فهمته منه، وراح يخلي أي أحد يضربني، مع أنه قالت له أنه أنا يعني ما في أحد يعني يضربني أو شيء. قال لا، حتى ما في أحد يضربك أنا راح أساعدك يعني بالمختصر. وش ذا الصوت؟ وش قاعد يصير؟ أوه البيت حقه قاعد يحترق والأم حقتها واقفة. ليه؟ ايش قاعد يصير؟ ماني فاهم ليش صار كذا. واو في بعض الاشياء تفسرت بس بعضها ما تفسرت. وات؟ شو يا رويجيز؟ غزتها ببرة بعد ما حطيت عليها تراب. ليه قاعد تسوي كذا؟ هذاك وعدها انه ما راح يخلي احد يضربها. ما هذاك وعدها. طيب ليه قاعد تسوي كذا طين؟ مت؟ ايش قاعد يصير؟ أم جايين عائلتي من دم مميز؟ اوكي متوقع ان يكون عندهم اعداء كثير. يا خنزيرة. ليه قاعد تسوين كذا فيني؟ ماني فاهم. قال إزاك ما راح أموت. سوى فين من يموت انا؟ موت الطير!
هلا والله. ماتت خوينا الاوني ذاك اللي بالكهف ذبحها شكله صح؟ انه اقسم انه راح يحميها صح ولا انا غلطان يا جماعة الربع؟ وين انا فيه؟ هلو؟ واو 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 شو السالفة؟ السلام عليهم. اوكي orang bisa nolongan I can help you tapi anjing but first you must fully accept the part that has been given to you ولكن اول شيء تقبلين بالشيء اللي راح يجيك. انا شكلي هنا يا جماعه الخير راح اوقف. صار لي اسجل تقريبا بخلي الاغنيه شغاله صار اسجل تقريبا ساعه 18 دقيقه غالبا بقص تقريبا 5 دقائق فراح يطلع المقطع ساعه عليها. ما اعتقد المقطع بينقص اقل من ساعه مستحيل راح يكون المقطع ساعه بالراحه صراحه. كان ودي اسجل اكثر لكن تاخر علي الوقت حاليا ولازم انام ولازم اصحى بدري عشان امنتج لكم ذا المقطع وارفع لكم اياه الساعه 1 الظهر باذن الله تعالى. المهم شكرا لكم على المتابعه. اتمنى ان يكون كفيت ووفيت. صراحه اللعبه صايره حماس الحين بدت الحماس. بديت اللعبه صراحه ما كنت متحمس لانه ما كان في شيء اصلا حماس اوريدي في اللعبه، لكن من الحلقه الثانيه صار رتم الحماس يطلع 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 عرفتوا كيف؟ فحاليا متحمس ابغى اعرف وش قصه البنت دي؟ ليش العائله حقتها منبوذه؟ ليش اهل القريه حرقوا العيله وذبحوا امها وابوها؟ وليش الحين العويجيز دي تبغى تقتلني وتبغاني انضم لابوي وامي في الجحيم؟ وهذه وش تبغى مني اللي قدامي اللي قاعد تقول لي انا راح اساعدك ولكن تقبلين البارت الجزء ذا. فانا ماني فاهم وش قاعد يصير حرفيا. هل هي ملعونه ذي البنت؟ هل هي سببها ماتوا اخوياها في الجزء الاول؟ حتى الجزء الاول ما اعرف عنه شيء. ففي اشياء كثير تساؤلات كثير معلقه براسي حاليا وراح نجاوبها ان شاء الله تعالى او راح مش نجاوبها راح نعرف جوابها ان شاء الله تعالى في الحلقه القادمه باذن واحد احد لانه باعتقادي انه الحلقه القادمه ممكن تكون الاخيره. ممكن ما ادري صراحه ما ندري لانه واضح اني حسيت وصلت تقريبا قريب النهايه بدل ما انه الوضع صار على العائله حقتها. فما علينا لا اكثر الكلام. شكركم متابعه اتمنى يكون كفيت ووفيت. اذا وصلت لدي النقطه ما تحط اللايك اتمنى تحط اللايك واذا ما كنت مشترك اشترك وفعل زر التنبيهات يصلك المقطع اول عشان ليندا بس قادم اجمل وافضل باذن الله تعالى. في نهايه كل مقطع ما اقول غير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سلام عليكم.